ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الفائتة بأخبار زواج الفنانة البحرينية حلا الترك على نجم سعودي شهير، وهو الأمر الذي أثار ضجة وصدم الجميع بمهر وصل إلى 2 مليون دولار. واستغل بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الهاشتاج وقاموا بتداول صورة لعروس يوم زفافها يجمعها الكثير من الشبه من النجمة البحرينية حلا الترك، وانهالت عليها الأسئلة حول هوية زوجها من جانب محبيها، فيما عبر البعض عن استيائهم بسبب تفكيرها في تلك الخطوة وهي ما زالت في عمر صغير. ومن جهتها قامت حلا بحسم الموقف قائلة: يا جماعة اللي بتويتر هدوا اللعب شوي، لا انخطبت ولا شيء. ويبدو أن الزوج المزعوم كان الشاب الناشط على السوشيال ميديا ريان جيلر، الذي علق بدوره: حقيقة خبر خطوبتي من الفنانة كذب لإيقاظ شائعات نائمة موجودة سابقا، استهدوا بالله. يذكر أن خبر خطوبة حلا الترك وريان أثير أكثر من مرة في الإعلام، حيث أن حلا الترك سئلت عنه في إطلالة لها مع والدتها في بث مباشر على سناب شات، لكن تم نفيه بشكل قاطع. وتشير أخبار انتشرت في وقت سابق إلى أن علاقة حب جمعت حلا وريان قبل أعوام، إلا أنها جوبهت بالرفض من قبل والدتها منى السابر، وهي التي فرقت بين ريان وحلا، ويومها كانت حلا لا تزال تسكن مع والدتها قبل أن تنتقل للعيش مع والدها لتختلف معه بسبب دنيا بطمة، وتنتقل للعيش مع جدتها وعمتها.